هل يجوز إعطاء نسخة من القرآن المترجم باللغة الأجنبية هدية للأجانب من غير المسلمين؟ لا، الكافر لا يعطى القرآن ولا يمكن منه، لكن يقرأ عليه القرآن، يقرأ عليه القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيقرأ عليه القرآن للدعوة إلى الله، ترغيبه في الإسلام. أما أنه يعطى المصحف لا، ما يجوز. يمكن يجوز تعطيه شريط يشغله ويستمع، لا بأس. نعم.